بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحييكم وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب التحايا في هذا اليوم الخاص بسن الثنايا. هذا اليوم هو يوم السبت 27 من مارس عام 2021، 14 من شعبان لعام 1442 للهجرة، ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. يلتقي أبناء الخليج في هذا المهرجان الاستثنائي الخاص هنا في ميدان الشحانية في دار آل ثاني الكرام، حيث ننطلق اليوم في هذا الصباح مع سن الثنايا وأول الأشواط الخاصة بالإنتاج والمنتجين. الشوط الأول الرئيسي الخاص بالإبكار ذهب مع القاضية بشعار بن مهيرة حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري، وانتزعت أول الأشواط الصباحية لتبدأ في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات، وقبل تقريبا دقيقة ونصف انطلاقة الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان. طبعا شوط خاص بالإنتاج، جائزة هذا الشوط سيارة جي ام سي آخر موديل لصاحب المركز الأول، جوائز نقدية قيمة إلى المركز العاشر. بسم الله على بركة الله نعلن حضور هذه الشعارات. نتعرف معكم كمعلقين طبعا بإعلان المراكز الخمسة الأولى، أبدأها مع الشعار الشطرنجي، شعار بن مقارح مع داهل سالم بن صالح بن حمد بن مقارح على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط، يليه مصدع بالمركز الثاني خالد بن سالم بن فاهد الهاجري على المركز الثاني، على المركز الثالث كايد بن راية، على المركز الثالث حمد بن راشد بن سعيد البريس المري، شعار بن راية على ظهر الكايد ينتقل إلى المركز الثاني بشعاره القادم من المملكة العربية السعودية وتحديدا من المنطقة الشرقية. انتقل إلى المركز الرابع، أيضا شعار قادم من المملكة العربية السعودية من شعار من نجران تحديدا، شعار محمد بن ناصر بن شافي القحطاني وهذا الفهد على المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد وينطلق شعار يمثل أبناء الشحانية في هذا الشوط، حسين بن علي بن حسين أبا السيقان المري وهذا عون على المركز الخامس. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام، إعلاننا الأول لهذه الأسماء، لهذه الشعارات، لهذه النجوم، لهذه الثنايا، لهؤلاء الأبطال الذين ينطلقون في أول الأشواط الرئيسية يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن تحقيق ناموس في هذا اليوم، في هذا المهرجان، في هذا الميدان هنا بالشحانية، يطمحون أن يحققوا ناموس صباحي جميل مع هذا المهرجان الغالي. نعود إلى المركز الأول، الشعار بن مقارح يسيطر من أبناء الشحانية، يبحث ينطلق مع داهل على المركز الأول، صاحب إنجازات هذا الداهل على المركز الأول في هذه اللحظات في مقدمة الشوط. سالم بن صالح بن مقارح مع المركز الأول، لكم بالراية حاضر، هذا الشعار القادم من السعودية، من أحبابنا من السعودية، من أصدقائنا هناك بالسعودية، على المركز الثاني ينطلق هذا الشعار بالرايح، شعار بالرايح نار على علم هذا الاسم، هذا هو شعار حمد بن راشد بن راية أحد أخطر الأسماء في هذا العالم الساحر. المطوع حاضر، المطوع حمد بن راشد أحد أخطر الأسماء، خطف له رمزين في هذا المهرجان ويبحث عن المزيد بطبيعة الحال، الكل يبحث دائما عن المزيد
المزيد، ونحن دائما نبحث عن المزيد. يا سلام بالراية، هنا أصعب اسم في هذا العالم الساحر. حمد بن راشد بن راية يقدم الكايد على المركز الثاني، على المركز الثاني. المركز الثالث مصدع بشعار خالد بن سالم بن فهد الهاجري، أيضا من الأسماء القوية، من الأسماء العملاقة. أحد يخطر إلى أسماء في هذا الشوط؟ هذا الشعار شعار بن فهد مع المركز الثالث. المركز الرابع، أنتقل إلى المركز الرابع. هناك شعار بن شافي على المركز الرابع، من الشباب المميزين بن شافي على المركز الرابع. وهذا الفهد محمد بن ناصر بن شافي القحطاني على المركز الرابع. خطف المركز الرابع من قبل ومن شعار أبا السيقان، أيضا من المميزين. هذا الشعار صاحب إنجازات وتاريخ مشرف مع شعار حسين بن علي بن حسين أبا السيقان المري، مشارك بالرموز في الفترة المسائية. الله يوفقك يا أبو علي، الله يوفقك إن شاء الله. نتمنى التوفيق لك ولكل المشاركين بطبيعة الحال. نتمنى التوفيق للجميع. المركز الخامس خلاص اعلناه، شعار القحطاني على المركز الخامس. اعلنت لحضراتكم متابعينا مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة، من تتابعون قناة الريان وقناة الدوري والكاس، من تتابعون هذه الاحداث المهمة هنا في الشحانية. مميز هذا المهرجان، كان جميلا بلقاء الاحبة، بلقاء الاصدقاء، بلقاء ابناء الخليج، بتواجد ابناء الخليج هنا في دار ثاني الكرام الذين يرحبون دائما، يرحبون بابناء الخليج. مرحبا بالجميع في دوحة الجميع، ونحن نرحب باسم ابناء قطر بكل ابناء الخليج، نرحب بكل ابناء الخليج الحاضرين والمشاركين والذين سيحضرون ويتابعون ايضا هذا العالم الساحر هنا في الشحانية. اعود الى بن مقارح يصارع من اجل الرئيسي اليوم، يصارع شعار بن مقارح، شعار الشطرنجي على المركز الاول، لكن ابا السيقان قادم، اعلنته بالمركز الرابع. بو علي ينطلق في هذه اللحظات ويحضر ليتقدم وينطلق في المركز الاول. الى المركز الاول شعار ابا السيقان في صدارة ومقدمة الشوط مع المركز الاول، مع عون. يا معين اعن عون اليوم، اعن عون. على المركز الاول حسين بن علي بن حسين ابا السيقان المري على المركز الاول، على الصدارة بن مقارع على المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم شعار بن شافي القادم من السعودية على المركز الثالث. على المركز الثالث الفهد، اسم جميل الفهد، اسم جميل. ينطلق على المركز الثالث بشعار محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. المركز الرابع شعار بن راية اللي يترقب الموقف مع الكايد. المركز الخامس مصدع خالد بن سالم بن فهد الهاجري على المركز الخامس. خلاص لا تغيير على المراكز، خمسة أسماء، خمسة نجوم، خمسة عمالقة، خمسة أبطال في هذا المسار. والسيارة الجي ام سي اللي تنتظر واحدا من هذه الشعارات، واحدا فقط من هذه الشعارات ينتظره سويق السيارة عند خط النهاية، ومفتاحها عند خط النهاية. طبعا الريموت خلاص، المفتاح راح، هناك ريموت ينتظر واحدا من هذه الأسماء، من هذه الشعارات. أبا السيقان ممثل الشحانية في هذا الشوط ينطلق مع المركز الاول، ابو علي مع المركز الاول. الشعار الجميل هنا، الشاب المميز حسين بن علي ابو السيقان على المركز الاول، مستانس في الصدارة، مستانس في الصدارة، متربع على عرش الصدارة، مطمئن. لكن الامور في خطر، ابلغك بان الامور في خطر. بن مقارح، بن راية، الهاجري،
بن شافي قادمين إليك يا أبا السيقان، قادمين إليك ونحن باتجاه الغرب. علوة كما نقول دائما، كما أردد، علوة متجهين، ونحن الآن ننعطف قليلا إلى الجنوب بإذن الله تعالى لنتجه إلى خط النهاية، ونحضر هناك عند خط النهاية. والقيادة لأبناء الشحانية في هذا الشوط، في هذا الشوط هنا على المركز الأول يعون حسين بن علي بن حسين أبا السيقان المري على المركز الأول، على الصدارة ينطلق عون على المركز الأول. المركز الثاني بالراية، بالراية مع الكايد، الكايد حمد بن راشد بالراية المري على المركز الثاني. المركز الثالث الهاجري، الهاجري ولا بن شافي، المركز الثالث هناك بن مقارح مع داهر سالم بن صالح بن حمد بن مقارح على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع بن شافي مع الفهد محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. المركز الخامس مصدع خالد بن سالم بن فهد الهاجري، يعني لا تغيير منذ الانطلاقة. الخمس مراكز هي ما تغير فيها شيء، ما تغير فيها شيء. قلت لك يا بسيقان، أبناء السعودية قادمين، بالراية قادم. خطير هذا الشاب، خطير هذا المطوع، خطير هذا المطوع. شوط الانتاج وبالشحانية وفي ختامي وشوط رئيسي، والله ناموس غير، والله ناموس غير في هذا الصباح. بالراية يعبر يتجاوز حمد بن راشد بالراية، يحضر بحضور الكبار دائما. هذا هو شعار بالراية، الشعار الجميل، الشعار الخطير، الشعار المثير. على المركز الأول حمد بن راشد بالراية مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول، مع صدارة الشوط يا بالراية. الله يذكرني بالكثير هذا الشعار، يذكرني بالكثير هذا الشعار، شعار بالراية. الله ليت الليالي اليوم من جابت الذكرى تعيدها بالحدث والصوت والصورة. هذا هو بالراية، وهذا هو شعار حمد بن راشد بالراية المري، ينتزع يحقق يهدي عشاق شعاره ناموس الشوط الأول. تهانينا أبو راشد، تهانينا أبو راشد على هذا الفوز. Good morning لبالراية، Good morning لهذا الشعار وعشاقه. Good morning يا بالراية، صباح الناموس، صباح الناموس للسعودية، صباح الناموس يا بالراية. الله خذ السيارة الكايد، فاز بالسيارة الكايد، كايد بالراية يحقق الناموس، يهدي حمد بن راشد بالراية هذا الناموس الصباحي. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني داهل سالم بن صالح بن حمد بن علي بن مقارح. المركز الثالث، المركز الثالث يعون حسين بن علي بن حسين أبا السيقان المري. المركز الرابع، المركز الرابع مهول عبد الهادي بن محمد بن سهير بن عبد الهادي المري. المركز الخامس، المركز الخامس نمبر 1، المركز الخامس وهو مصدع لخالد بن سالم بن فاهد الهاجري. متابعينا مشاهدينا الكرام، هذه نتيجة المراكز. شعار حمد بن راشد بالراية المري يهدي لعشاق شعاره ناموسا صباحيا رائعا مع هذا الصباح الجميل. حمد بن راشد بالراية مع الكايد يفوز، يحقق، ينتزع، يهدي لأبناء السعودية هذا الناموس الصباحي. تهانينا والناموس لحمد بن راشد بالراية المري على فوز الكايد بالمركز الأول وحضوره بحضور الكبار اليوم في افتتاحية هذا الصباح، صباح يوم السبت. وأشواط الإنتاج ينتزع الشوط الرئيسي الأول 12 دقيقة 52 ثانية، كم ثانية؟ هناك 32 جزء من الثانية، يعني 12 دقيقة 52 ثانية، 32 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لأخي حمد بن راشد بن راية المري على فوز الكايد وانتزاعه لأول الأشواط الصباحية في هذا اليوم. تهنئة يا أبو راشد على الهواء مباشرة، وتهنية هناك إلى منطقة حمد بن راشد بن راية، منطقة سودة، نهدي لها السلام على هذا الفوز بهذا الصباح على الهواء مباشرة. تهانينا والناموس. المركز الثاني 13 دقيقة
والثانية وثمانية وستين جزء من الثانية داهل لسالم بن صالح بن حمد بن علي بن مقارح. تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث 13 دقيقة والثانية واثنين وتسعين جزء من الثانية. صاحب المركز الثالث عون لحسين بن علي بن حسين أبا السيقان.